في الدقيقة 35 المطالبة بركلة جزاء للكهرباء، نشاهد هذه الحالة. دكتور. نعم. نعم. الحكم قريب من الحالة. الحكم قريب جدا، هنالك مس بالكرة نعم، لكن لحظة السقوط ولحظة السقوط هناك يد ساندة مستقيمة، فبالتالي لا تعتبر مخالفة. لو كانت الكرة لليد العالية المرتفعة لا، الموضوع كان اختلف. لو اليد سوت حركة إضافية ثانية اللي لمست الكرة أيضا الموضوع كان اختلف. دكتور خلينا نتفق، هنا لمسة يد مخالفة. السبب شنو السبب؟ دكتور أكو لمسة يد، أكو لمسة يد، لكن وفق الاعتبارات، وفق الاعتبارات أنه هذه اليد تعتبر اليد الساندة نتيجة الزحلقة، كانت مستقيمة، فبالتالي لا توجد مخالفة. يعني هاي رسالة للجميع، للمدربين، للاعبين. أنا دائما أكرر دكتور وأحب أوضح، نعم، أنه نعم أكو لمسة يد، لكن أكو اعتبارات، صح، أنه ممكن ترشح لك إذا كانت ركلة جزاء أو نعم مخالفة، وإذا ما كانت موجودة وفق الاعتبارات. كابتن هيثم، واحدة من أهم الاعتبارات عند الزحلقة هنالك يد تتحرك أوتوماتيكيا ساندة إلى الأرض، فبالأغلب أن تكون مستقيمة يعني على على على, على الأرض، فبالتالي بهذه الحالة أي مس باليد لا تعتبر مخالفة. ولكن إذا كان هنالك additional movement، حركة إضافية أخرى باتجاه، لا الموضوع لا يختلف، هذا الآن اللي صار أمامنا، لا توجد مخالفة على الإطلاق. كابتن كاظم، الذراع هنا ساندة بصراحة، أنه اللاعب سقط على الأرض بهالشكل هذا، فأكيد الذراع اليسار، أنا أتحدث عن الذراع اليسار، هنا كانت ساندة أو في طريقة لأن تكون ساندة، بالحالتين هي نفس الوضعية. إذا في طريقة لأن تكون ساندة أو هي ساندة بالأساس، بالتالي لا توجد مخالفة. الذراع كانت ساندة وقرار الحكم سليم. طيب.